أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للصيام فصمنا، وهدانا للقيام فقمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صام وقام وهدى الأمة إلى أحسن مقام. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، بدخولنا في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك نكون قد اقتربنا من فرحة العيد السعيد، وهي مناسبة يكثر فيها السؤال حول فقه زكاة الفطر والحكمة والمقاصد من ذلك. ونحن نعلم أن أعيادنا نحن المسلمين أعياد تسبقها عبادة وتتخللها عبادة وتأتي بعدها عبادة، فبالنسبة لعيد الفطر المبارك يسبق بعبادة الصيام، وتكون فيه عبادة التكبير وزكاة الفطر، ثم يعقب بأشهر الحج التي تبتدئ من فاتح شوال. فنريد في هذه الحصة إن شاء الله تعالى أن نذكركم ببعض أحكام ومقاصد زكاة الفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى. زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام هي إما مأخوذ من الفطر من رمضان بعد الصيام، يكون الفطر الجائز في عشية آخر يوم من رمضان، ويكون الفطر الواجب في فجر عيد الفطر المبارك، أو تكون مأخوذة من الفطرة وهي الخلقة التي خلق الله وفطر الله الناس عليها، لأن زكاة الفطر مضروبة على الأبدان وعلى الأنفس وعلى الأفراد، ليست كزكاة الأموال الأخرى. إذن فالمقصود بزكاة الفطر أيها الكرام هو إخراج صاع من طعام مخصوص من المسلم يوم العيد شكرا لله تعالى على نعمة التوفيق إلى الصيام وإطعام للمساكين. هذا هو معنى زكاة الفطر. وقلنا الخاصية التي تتميز بها أنها تتعلق بالأبدان والأنفس والأشخاص وأفراد الأسرة، ولا تتعلق بالأموال كباقي الزكوات. ولذلك قالوا لا يشترط فيها النصاب عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية، بخلاف الحنفية الذين يشترطون فيها النصاب. إذن هذا هو تعريف زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام. أما حكمها فهي فريضة واجبة. زكاة الفطر فريضة واجبة، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهو زمن فرض الصيام، بأدلة القرآن والسنة. وإن كان بعض أهل الفقه يقول أدلة القرآن فيها عموم، وبعضها نزل قبل المرحلة المدنية، لم تفرض الزكاة قبل، ولكن بعض أهل العلم استدلوا بها كقوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا تندرج حتى زكاة الفطر في آتوا الزكاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا زكاة الفطر والصلاة صلاة العيد. ولكن الأدلة من السنة واضحة وصريحة في أن زكاة الفطر فريضة واجبة وليست مجرد سنة. من ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأخرجه الجماعة، حديث ابن عمر المعروف، وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا صريح فرض، بالتصريح فرض هنا ليس قدر فقط إنما أوجب فرض. ثم في حديث آخر أيضا في الموطأ وفي غيره من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، لا أقط هو اللبن المجفف هي الكليلة، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستفيد الحكم أيضا من حديث ابن عباس خرجه أبو داود وغيره
وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين أو طهرة للصائم وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. معناه أن الحكم أنها فريضة واجبة. ثم بعد ذلك أيها الكرام نتساءل على من تجب هذه الزكاة، من يخرجها وعن من يخرجها. من الذي يخرج هذه الزكاة؟ انطلاقا مما قلنا أنها مضروبة على الرؤوس وعلى الأفراد داخل الأسرة، فهي تجب على المسلم الحر والعبد الذكر والأنثى الغني والفقير، كلهم تجب عليهم هذه الزكاة في يوم العيد. بالنسبة للفقير أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وعن حاجاته الأساسية. أما عن من يخرجها؟ هو يخرجها المسلم عن نفسه، قالوا إن كان قادرا عليها ولو بتسلفها، إذا كان يرجو القضاء ولا تجحف به. ثم بعد ذلك يخرجها عن أولاده الذكور إلى حين البلوغ والقدرة على الكسب، والإناث إلى حين الدخول إلى حين الزواج. ثم يخرجها عن زوجته، لأن فقد الزوجة تلزم الزوج، ويخرجها عن والديه الفقيرين، وهكذا هي تجب بزوجية أو قرابة. هذا بالنسبة عمن يخرجها. ثم نتساءل بعد هذا أيها الكرام عن مما تخرج هذه الزكاة، الأصناف التي تخرج ومقدار هذه الزكاة، وهل يجوز دفع القيمة كما هو متعارف عليه اليوم. أما مقدارها أيها الإخوة الكرام فهي صاع، والصاع أربعة أمداد، يعني أربعة الحفنات كما كنقولوا، أربعة أمداد من مد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أربعة الحفنات تساوي صاع. إذن قالوا صاع من طعام مخصوص كما رأينا في التعريف، والمالكية حصروا هذا غالب قوت أهل البلاد وهذا الصاع من أصناف محددة، ربما حصرها المالكية في تسعة، قالوا تخرج من هذه الأطعمة التسعة. ذكروا الشعير، ذكروا القمح والتمر والزبيب والذرة والأرز، وذكروا أيضا العقيط الكليلة قلنا، وذكروا السلت. هذا السلت هو نوع من الشعير من زوع القشر، ما فيش القشر، داير بحال الحنطة بحال الفرينة. ثم الدخن، الدخن اللي كنقولوا احنا في المغرب البسمة، احنا ما بقاش اليوم ولكن موجود في آسيا وفي إفريقيا، حتى هذا نوع من النبات يشبه أحيانا يعني القمح، وأحيانا يشبه الذرة، هناك من يصنفه في الذرة وهناك من يصنفه في القمح. هذه تسعة الأصناف التي حصر فيها المالكية إخراج زكاة الفطر، لكن محققي المذهب لم يقتصروا على هذا الحصر فوسعوا، قالوا كل مقتات يمكن أن نخرج به. إذا كان هؤلاء يقتاتون الأرز يخرجون من الأرز، هؤلاء التمر من التمر، وهؤلاء من الدقيق الدقيق، وهكذا من مطعوم حسب ما يقتات به الناس في حالته، سواء في حالة الرخاء أو في حالة الشدة هو قوته الأساسي. وتحدثوا عن القيمة، هل يجوز دفع القيمة؟ قيمة يعني هذه المطعومات إذا وزناها بالوزن يختلف وزنها من طعام إلى طعام، ربما ربعة الأمداد اللي هو صاع ديال التمر الوزن ديالو ماشي هو الصاع ديال القمح، ماشي هو الصاع ديال الدقيق، ماشي هو الصاع ديال الشعير، الشعير خفيف شوية، ربما كتراوح هذه الأوزان. التمر قالوا ربما يقدر الصاع يوزننا واحد فصيلة 800، يعني كيلو 800، ولكن إذا زدنا الحبوب جوج كيلو 200، جوج كيلو 100، توصل جوج كيلو و665 في الأرز، هو ثقيل. ولكن الذي جرى عليه علماء المغرب وفقهاء المغرب، على كل حال تحددوا في جوج كيلو ونص، إذن هذا التقدير ديالها في جوج كيلو ونص ديال الدقيق أو ديال القمح أو ديال كذا. و قضية إخراج القيمة
فيها خلاف بين أهل الفقه. المعروف عندنا أن الأصل في هذه الزكاة أن تخرج طعاما، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن وهو الذي جرى به العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. ولكن العلماء جوزوا إخراج القيمة، إخراج القيمة، وهذا ورد عن عمر بن عبد العزيز، بعض علماء التابعين، وسفيان الثوري، والحسن البصري، وهو مذهب الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة عندهم، وهو الذي أخذ به علماء المغرب. وصدر اليوم رأي وبلاغ من المجلس العلمي الأعلى، من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وأصدرت الفتوى تقدير هذه الزكاة اليوم، قدروها ب13 درهم. إذن الزكاة هذا العام غادي تكون 13 درهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكانت هيئة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى منذ سنة 1331 أو 1431 الموافقة 2010 صدرت الفتوى بجواز إعطاء القيمة، يعني القضية لا حرج فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. 13 درهم هي القيمة ديال هذا زكاة الفطر. إذ الآن أيها الكرام، بعدما تحدثنا عن حكم زكاة الفطر وأدلة وجوبها ومن يخرجها وعمن يخرجها وما هي مقدارها والأصناف التي تخرج بها وجواز إخراج القيمة، نتساءل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى عن وقتها، متى يجوز إخراج زكاة الفطر. عموما بالنسبة كاين وقت الوجوب ووقت الإخراج. وقت الوجوب اختلف فيه الفقهاء إلى قولين، هناك من يقول تجب زكاة الفطر بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا رأي الثلاثة، يعني الإمام أحمد والشافعي وقول عند المالكية رواية أشهب. والرأي الثاني يقول لا، تجب بفجر يوم العيد، وهو قول الحنفية ورأي عند المالكية نقله ابن القاسم عن الإمام مالك. والقضية لا حرج فيها سواء وجبت بآخر يوم من رمضان أو بفجر يوم العيد، إنما ثمرة الخلاف تظهر في بعض الحالات. مثلا إذا ولد مولود قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ومات قبل الفجر، فعلى القول الأول تجب على وليه زكاة هذا المولود لأنهم قالوا بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. ولكن إذا ولد بعد الغروب واستمر بعد الفجر تجب على القول الثاني ولا تجب على القول الأول. وإذا ولد بعد الغروب ومات قبل الفجر لا تجب زكاة الفطر سواء على القول الأول أو على القول الثاني. الله أكبر. قلت أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لوقت الإخراج، ظاهر حديث أبي سعيد في الصحيح أنهم كانوا يعطونها يوم الفطر صاعا من طعام، قالوا يوم الفطر، معنى ظاهره يجوز الإخراج في يوم العيد كله. ولكن الشراح والمحققين قالوا تخصص بالوقت المستحب وهو ما بين الفجر إلى قبل الخروج إلى المصلى، هذا الوقت المستحب ووقت الفضيلة، لأن في حديث ابن عباس السابق رأينا من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، إذن قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأيضا في حديث ابن عمر كانوا يؤدونها قبل الخروج إلى الصلاة، إذن في الصحيح. إذن الوقت المستحب ما بين الفجر وقبل الخروج إلى المصلى في استحباب وفضيلة، إلا خلها الإنسان حتى المر الصلاة كيدخل وقت الكراهة، إنها الجمهور ومنهم المالكية كرهوا في هذه المسألة. ولكن إلا خلها حتى غرب للمغرب ديال نهار العيد يدخل في وقت الحرمة ويكون آثما، لأن غادي يدخل وقت القضاء ما بقاش وقت الأداء، بحال كيخرج الفريضة ديال الصلاة على الوقت ديالها، فيأثم الإنسان ويقضيها لأنها واجبة والواجب لابد أن يقضى، وليست كالأضحية، إن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، ووقت الأضحية 3 أيام، يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد، فإذا غرب شمس يوم الآخر في عيد الأضحى يوم الثالث تسقط الأضحية،
يكون وقتها قد انتهى، ولا يأثم صاحبها في الأضحية لأنها ليست واجبة إلا إذا استهان بها أو كان قد عينها وفات وقتها. ما بالنسبة لهذه فهي فريضة واجبة يأثم صاحبها بتأخيرها عن وقتها الأصلي ويقضيها وتصير صدقة من الصدقات. ما بالنسبة لسؤال آخر كما ذكر الأخ، هل يجوز تقديمها قبل العيد؟ هذا هو اللي في السؤال. بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري قال لا يجوز، ولكن كلامه مردود بعمل الصحابة وبأقوالهم. إذن كانوا يقدمونها في فقه ابن عمر، قال كانوا يقدمونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وفي بعض روايات المذهب يجوز تقديمها إلى 3 أيام كما في الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي وغيره من كتب الفقه المالكي. بمعنى يجوز تقديمها يوم أو يومين، والأفضل ما بين الفجر وصلاة العيد. ثم نتساءل بعد هذا أيها الكرام، لمن تعطى هذه الزكاة؟ بعد أن عرفنا الوقت وعرفنا المقدار وعرفنا الحكم وعرفنا من يخرجها وعن من يخرجها، بالنسبة لمن تعطى، الأصل أن تعطى للمسلم الفقير المسكين. ولكن وقع الخلاف، هل تعمم على باقي المصارف الثمانية في الزكاة كزكاة الأموال، أو تكون مخصوصة بالفقراء والمساكين؟ تشعب هذا الأمر إلى 3 أقوال، 3 مذاهب. القول الأول ماذا يقول؟ يقول يجب توزيعها في الأصناف الثمانية، توزع على الأصناف الثمانية، وهذا قول الشافعي. أن الأصناف الثمانية إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا قول. القول الثاني قال يجوز حصرها في الفقراء والمساكين، ويجوز توزيعها على الأصناف الثمانية. هذا قول الجمهور، وقالوا لأنها صدقة زكاة من الزكوات ينطبق عليها ما ينطبق على الزكاة الأخرى. والقول الثالث وهو قول المالكية وبه ندين الله سبحانه وتعالى، قالوا يجب حصرها في الفقراء والمساكين. زكاة الفطر ماشي بحال زكاة الأخرى ديال المال، لأنها إسعاف سريع خاص بيوم العيد لإدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين. استطاع في نهار العيد قبل خروج الناس للمصلى وحصرها في الفقراء والمساكين، وهذا يتمشى مع الحديث التي ذكرناها، طعمة للمساكين وأغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان حديث سنده فيه ضعف ولكن يستأنس به. بقي بعد ذلك أنه يجوز للإنسان أن يعطي فطرة واحدة لمجموعة من المساكين، أو يعطي عدة فطرات لمسكين واحد، هذا فيه كله جائز، شريطة لا تكون هناك محاباة أو إيثار بالنسبة للأقارب، إن هذه عبادة وليست عادة أيها الإخوة الكرام. ثم يطرح سؤال آخر، هل يجوز إخراجها خارج البلد الذي وجبت فيه؟ هي الأصل أيها الكرام، الزكاة تخرج داخل البلد والمدينة والحي الذي وجبت فيه، لأن إسعاف سريع خاص لأهل البلدة، ولأنها كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم داخل البلد، فالجيران وأهل الحي أولى بها من الأبائد. مع الأسف هناك ظاهرة أن كثير من الناس يريد أن يعطي الزكاة للأقارب ولو كانوا بعيدين، فيقع فيها نوع من المحابة وعدم إخراجها في وقتها المحدد له. وإلا في الفقهاء قالوا لا يجوز إخراجها عن البلد إلا لضرورة، والضرورة كأن لا يوجد الفقراء في هذا البلد ويوجد الفقراء في البلد الآخر، والأمر للفقراء موجودون في أي بلد. بقي بعد هذا أيها الكرام أن نتساءل عن مقاصد وأحكام زكاة الفطر. لماذا شرع الله تعالى زكاة الفطر؟ هناك مقاصد فرضية ذاتية لها بعد تربوي فرضي تتعلق بالصائم، وهو أن الصائمين في رمضان ربما قد ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر التي لا يسلم منها الإنسان، من قول فاحش أو من كلام كما نشاهد في واقع الناس، فكفارة ذلك زكاة الفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى. زكاة الفطر تأتي بمثابة حمام روحي أو مغتسل بارد لتكفير بعض الصغائر وبعض اللغو والرفث الذي يصدر من الصائم. ولذلك قال بعض الفقهاء هي كالرواتب، كالسنن الرواتب والنوافل بالنسبة للفرائض. الفرائض قد يقع فيها سهو وغفلة، ولكن الرواتب بعد الصلاة وقبلها تجبر إن شاء الله تعالى هذا النقص. وهناك من قال
بالنسبة زكاة الفطر بالنسبة لصيام رمضان كسجود السهو بالنسبة لصلاة الفريضة. هذا قول وكيع بن الجراح من العلماء وفقهاء. ثم بعد ذلك هناك بعد اجتماعي. زكاة الفطر أيها الكرام فرضت في يوم العيد، فلا ينبغي في يوم العيد أن يفرح الغني وأن يحزن الفقير. يوم العيد تعميم الفرحة على الفقراء وعلى المساكين، فلا بد أن يعطي الجميع هذه الزكاة. هي قليلة 13 درهم أو صاع، وقل أن يوجد في يوم العيد رجل لا يوجد عنده هذا القدر ديال صاع أو 13 درهم. معنى حتى الفقير في يوم العيد يتعلم كيف ينفق وكيف يمد يده معطيا لا طالبا، ماشي دائما يطلب، يقصد ذاك النهار حتى هو يعطي، ربما تعطى له من هنا ومن هنا لأنه فقير، ويعطيه ومن ناحية أخرى، فيتعلم الجميع التضامن والتكافل والتعاون في البذل وتعميم الفرحة على الجميع. ومن ثم فلا عجب أيها الكرام أن يعطيها من من لا تجب عليه، من يأخذ من هنا ويعطيها هو أيضا من جهة عن أولاده. ولذلك جاء في الحديث ما غنيكم فيزكيه الله تعالى، يبارك له وينمي له ماله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. إذن يكون هناك تضامن وتكافل والجميع يتعلم النفقة. وهناك ملحظ عجيب، أن الشرع فرض هذه الزكاة على جميع الأشخاص صغار وكبار، ذكور وإناث، أغنياء وفقراء، وعلى الأبدان وليس على الأموال، ولم يشترط النصاب، ووسع في وقت الإخراج لاتساع الرقعة، وأجاز إخراج القيمة للتيسير على الأمة. لأن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تلك الأصناف الواردة في الحديث التي كانت موجودة ومعروفة، اليوم ربما ظهرت أصناف أخرى من الأطعمة يجوز الإخراج منها. وربما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطعام والحبوب هو الغالب والثمار، والنقود يومئذ كانت نادرة، واليوم كثرت النقود وقل الطعام، فجاز إخراجها من النقود ومن القيمة كما رأينا في فتوى المجلس العلمي الأعلى. ولكن الذين تشددوا، بعض أهل العلم يتشددون، قالوا لا من الطعام وليس من القيمة. الذين تشددوا شددوا على المساكين والفقراء، فاضطر هذا الفقير وهذا المسكين أن يقبضها طعاما ثم يبيعها أو يبيعها بأقل من ثمنها في السوق، فرجعت في الأخير إلى القيمة وبنقصان. فالله ما تعطيها لهم الأول من القيمة، لأن في يوم العيد الفقير لا يحتاج إلى الطعام، إنما يحتاج إلى النقود ليعول يعني فرد أسرته ويشتري لهم يعني الكسوة، فيكون بطبيعة الحال تعميم الفرح على الجميع. ولذلك أيها الإخوة الكرام الشرع يسير مع العلل مع المقاصد ومع التيسير. فهذا كلام أرطون أنبه إليه نفسي وأنبهكم في هذه العصر الأواخر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. اللهم تقبل من الصلاة والصيام والقيام، احشرنا في زمرة خير الأنام. فاللهم يا ربي وفقنا لموافقة ليلة القدر فيها، وبلغنا فرحة العيد السعيد، وأعده على الأمة الإسلامية كافة وعلى الشعب المغربي خاصة، وعلى أمير المؤمنين بالصحة والعافية والسداد والأمن والسلامة والاستقرار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.